صباح الخير، صباح النور، صباحكم فل أيها الصيادون جميعا. طبعا اليوم أخوكم الجنرال طلع سمكة، ولكن هذه السمكة أعتقد أن الكثير 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 من الصيادين لم يحظوا أو لم يحالفوا الحظ أن يصطاد سمكة كهذه. انظروا، شوفوا اللون الجميل هذا الأزرق الذي أمام عينها، ومن ثم في جناحها الأيمن، أوكي، وبهذا الخط الذهبي الممتد من جانب العين العليا حتى الذيل، حتى إيش الذيل. طبعا هنا نريد من أصحاب الخبرة وكذلك الأستاذ المهيري أن يحللنا هذه السمكة ويقول لنا ما اسمها وما لونها ومن أي بحر تطلع، هل من البحر الأحمر، هل من البحر العربي. ها، يجب عليكم أن تفهموا ذلك جيدا. شوف أنا بعملها الحين قلبة كده من الجهة الأخرى كذلك. انظروا، نفس اللون أمام العين، ومن ثم في الجناح الأيسر هنا هذا الجناح الأيسر، وهذا أمام العين. آوه، تو كيف؟ وهذا الخط الممتد اللي هو يعتبر ثلاثة ألوان، شوفوا هنا ثلاثة ألوان، خيط هكذا وهكذا شوفوا، وهذه الشحيفرات خلوا بالكم من الكلام. آوه، عشان تفهموا كمان. تشوفوا فمها الجميل، إن لها فم جميل مع عيون هكذا، تقول لكم صباحكم خير أيها الصيادون، السلام عليكم. آوه.